اهلا بيك. بدايه اني اشكر ثقتك لانه حكيتي لي كل القصه وكل المعلومات، حتى لو هي معلومات ممكن ما تحكيها لاقرب الناس اليك، ومثل ما قلتي لي انه انا صديقاتي او هسه اللي وياي بحياتي هوايه ما يعرفون شنو قصتي. حكينا القصه مثل ما قلتي انه تبدي هي من ايام المتوسطه. تفضلي. هلا وشلونكم؟ أنا حبيت شخص وصراحة ما راح أقدر أحب غيره، وتعرفت عليه أنا كنت بالثالث متوسط. ذكرين أول ما صار الوي شات، ترجين التليفون وتطلع تطلع حسابات هواية وتطلع قريبة من المنطقة نفسها. فأني كنت دائما مثلا وقت يعني ما أخذتها ونسة، أختي أصغر مني، عندنا غرفة بحدنا بالبيت، فدائما يعني تقول حسابات نسولف عادي، ما كان مثل هسه مثل رأسا يسولف وي وحدة يطلب صورها وخليه أطلع وهاي، لا يعني أنا ما مريت بهذا الشيء. يعني ظليت هواية أسولف وياهم عادي، ودوام مدرسة وهيك شيء، بس أكو واحد كان مهم أن أسولف وياه يختلف عن البقية، يحب دائما يعرف عني معلومات، يسألني أسئلة عن شخصيتي. وهاي هو أكبر مني بسنتين، هم كان بالمدرسة، هو مخلي صورته على حسابه، أنا طبعا ما مخلي صورة، مخليه هيك شيء. ظلت هو أنا أسولف ويا الكل، بس هو أحكي وياه بطريقة تختلف عن البقية. في يوم من الأيام كنت راجع من المدرسة شفته بالمنطقة، طبعا من شفته كلش فرحت، قلت يعني هذا قريب، يعني بنفس جزء الفرع مالتنا بنفس المكان. فظليت يعني كل يوم اريد اشوفه بس ما شفته. بعدين قلت له انت كنت بيك مكان بيك يوم؟ قال لي اي صحيح، ليش انت شفتيني؟ قلت له اي شفتك. فظل يلح علي بانه يريد يعرفني، يريد يشوفني، بس ما طلب مني انه يطلب صوره او شيء، بس يريد يشوفني. اهلا بك دكتوره حنين. نتكلم بالبداية عن العلاقات اللي تكون نتيجة التواصل الاجتماعي وسوء استخدامه من قبل شبابنا أو بناتنا، وهل هذه العلاقات صحيحة أم لا؟ نقدر نقول عليها مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الانترنت وانتشار السوشيال ميديا بحد ذاتها أنه صارت جزء من حياتنا، ما نقدر أنه نطلعها من نطاق حياتنا، إذا كان بالدوام أو بين إحنا العائلة، بس تبقى انه احنا نستخدمها بالطريقه الصحيحه لو نستخدمها بالطريقه المضره. كثير من العلاقات تصير انه استخدام سيء لمواقع التواصل الاجتماعي، كان تكون بدخول بعلاقات، هاي العلاقات يا اما دا تكمل بزواج او دا تكمل انه انفصال. اذا كملت بالزواج مو دائما يكون الزواج ناجح. أغلبية الزيجات اللي صارت عن طريق التواصل الاجتماعي أغلبيتها تنتهي بالانفصال، والسبب يكون أما الأشخاص يكونون ينمقون صورتهم قدام شريك حياتهم أو قدام الشخص اللي يكون أمامهم مواقع التواصل الاجتماعي، يعطي كل الأشياء الإيجابية اللي موجودة به أو ينطي أشياء هي ما موجودة، بس أنه حتى يبرز نفسه بالطريقة الصحيحة. وهذا الشيء ده يوصلنا انه العلاقة توصل لنهاية، ليش؟ ان دي ينصدمون بالواقع، تبدي تطلع العيوب، تبدي تطلع الاشياء السلبية الموجودة بحياتهم، تبدي تزداد المشاكل، توصل مرحلة بعد ما يتفاهمون. فاني عبرت الثالث متوسط وكان معدلي يعني زين، شفته يعني التقينا أنا وياه، كان يعني بالعيد وهو سوهاية التقينا بمول، فمن شفته هناك ظلينا نسولف، ويعني أنا حبيته وهو هماتي ينحبني، فظلينا نسولف دائما نحكي دائما. طبعا أخذ رقم تليفوني نحكي على الفايبر دائما نسولف، وأكثر شي رسائل لأن ما أقدر بالبيت اتصال، خاف يسمعوني أهلي.
هاي الفترة طبعاً أنا بابا متقاعد، عسكري متقاعد، وقبل لا يتقاعد هو فترة كان ويا واحد يطلبه فلوس، يعني همات عسكري، فبابا طلع تقاعد واللي فلوس التقاعد هم صرفها، يعني بابا كان يشرب وبس، هو ما مأذينا يعني، بس هو دا مدمن يعني، دائما يشرب ومخلص كل فلوسه عليها، فهذا دائما يجينا للبيت يطالبه بالفلوس، فلوس هواية ما أعرف إيش قد بالضبط، بس إحنا ما كنا مهتمين الموضوع، أمي هم تشتغل مدرسة، بس ما قدروا يعني، فلوس كل شوية حتى لو تأخذ هي سلفة ما تقدر توفي الفلوس، فظل كل فترة يجي هو وابنه هذا الرجال، وإحنا عادي نفوت نسلم عليهم ماكو أي مشكلة يعني، ما يجي يعني يسوي لنا مشكلة، بس يطالب بالفلوس. فأشوف هذا ابنه دائما عينه علي، بس ابنه مو مثله، ابنه عنده رتبة عسكرية واصل يعني، هما حالتهم زينة، فهو يعني طلب إيدي من والدي. بابا فرح بالموضوع وقال إنه حتى أصلاً يجوز الفلوس اللي كان يطلبها راح تروح، بس أنت وافقي يعني، حسيت إنه هو زواج مصلحة. أنا رفضت، وأمي هي صديقتي، فقلت لها أنا أحب واحد وهذا الواحد موجود بالمنطقة مالتنا. حكيت وياي أمي، قالت لي لا يعني ساعدي أبوك، وشكو بيا هذا خوش ولد وخوش عائلة، وتعرفوا عليه بالخطوة. ستي شنو حبيتي يعني خلال سنة حبيتي هذا؟ فقلت لي الولد، الولد إجانا للبيت طبعا، وجاب وقت كان بابا موجود، بس أمي حكى وياها قالها يعني ما يصير إنه هيك تجبروها على زواج مصلحة، وخلينا ننتظر، وأني حتى لو أساعدكم حتى توفون دينكم. أمي قالت له مستحيل يعني هذا الكلام، يعني إذا أني أقبله ما راح يقبله أبوها، فأنت عيش حياتك، شوف مصلحتك وكمل حياتك. طبعاً هالفترة أني كلش اكتئبت، وحالتي النفسية تعبت، تمرضت، صارت الخطوبة، وخطوبة ما طولت يعني شهرين، تزوجنا بيت بوحدنا. دكتورة خلينا ندخل بالحالة، تزوجت نتيجة أخطاء الكبار والأب مدمن، وهذا الزواج ما قال إليه، رأيك بيه؟ كثير من العوائل اللي عندها مشاكل، كأن تكون مشاكل نفسية أو مشاكل مالية، أو كأن يكون أحد من أطراف العائلة مدمن، فدي يعيش العائلة بيئة غير صالحة، نقدر نقول عليها بيئة مو دافية، دائما مشاكل، فتلجأ أنه الولد أو البنت يهربون من هاي البيئة اللي عايشين بيها، في سبيل أنه خالين ببالهم أنه احتمال أنه إذا طلعوا من هاي البيئة يروحون بيئة تكون مناسبة لهم أكثر. فقسم من الحالات أنه تلقى البيئة المناسبة لها، كأن تكون زواج، كأن تكون سفر، بس حسب ما أنه دا نشوف بالحالات اللي دا تزورنا أو اللي دا نسمعها بالمستشفيات، دا يطلع من بيئة مرضية دا يدخل بيئة مرضية ثانية، مدى تكون أنه الاختيار صحيح. أنا مو أنه أرضى بأي شخص يكون جايني في سبيل أنه أطلع أني من البيئة اللي أني بيها، لازم أدرس أنه الزواج إنهاية عشرة عمر، هذا اختيار مو أني يومي أنه أبدل زوج. تمام، هذا إذا بهاي الحالة حالة الإجبار، إنه الشخص ما مسؤول عن هذا التصرف، أكو شخص ثاني إنه جاب عليه، فهنا إنه إذا كان زواج الإجبار هنا عندنا غير، يعني نقدر نقول عليه غير حالة، مو حالة إنه أني ما مجبر على هذا الزواج، كأن يكون أني شخص تعرفت عليه، شخص حبيته، بس إنه لقيت بي جانب الحنية بس، فانهزم من أهلي وأرضى بهذا الشخص. احتمال الشخص هذا صح انه هو حنين، بس يكون احتمال انه بخيل، احتمال يكون عنده صفات ثانيه سلبيه سيئه، واحد ما يقدر يتعايش وياها. ف
فهي طلعت من مأزق وقعت من مأزق ثاني أكبر من عنده، وهذا الشيء راح يجر أطفال وراح يجر مشاكل نفسية مستمرة، سلسلة مستمرة من المشاكل النفسية. أول شيء هو قال لي تجين بدون تليفون، تليفونك يبقى عند أهلك، شنو يطلب؟ أمي تقول لي ما يخالف سكتي، ما يخالف، هذا على مودك مصلحتك حتى يثق بيك. تليفوني عفته بالبيت عند أهلي. طبعا البيت اللي عشت به منطقة بعيدة، يعني شلون أطراف بغداد، بيت زين هو، بس أول شهر طبعا أول شهر هو ماخذ إجازة عادي نطلع هادي، ورا ظل من يروح لل مثل عنده دوام، هو عنده يجي نزول يومي، ما يبات هناك، يقفل الباب علي ويروح ما يثق بيه. ظل على هذا الحال، يجون أهلي والباب مقفول، أقول لهم يعني ما أقدر أنا أفتحه، وهم ما يقدرون يحكون وياي، يخابروا إذا هو بالبيت من تليفونه أنا أحكي وياهم، وساكتين شي يسوي هو ساكتين. هو الصراحة ما تعرض لي ولا ضربني ولا سوالي شي، بس هذا الموضوع إنه يقفل الباب علي ويروح، أنا اختنق، يعني أريد أروح أريد أطلع. وصلت مرحلة إنه يعني حتى لو أنا ما عندي مسواق، ما عندي شيء، ما عندي مي، أشرب من المي اللي من البوري مي، هيك يعني تمرضت، صارت عندي هواي أمراض، صار عندي تيفو، يعني جيب لي علاج، ما له علاقة بي، يقول لي يلا أسوق لك، أسوق لي مال أسبوع، بس ما يكفي، وإذا أحتاج شيء ما أقدر أخابره، يعني إلا يجي هو بالليل. لكن هذا الزواج زواج إجبار وليس اختيار. أكيد مو وليدة الزواج، يعني إحنا الزواج إنه راح يكون فترة مؤقتة بالبداية، إنه احتمال أني ما ارتاحت لهذا الشخص، طلعت عندي أعراض إنه أو صفات جديدة، بس أكو صفات إنه تكون ثابتة عنده، مثلاً البخل هاي صفة ثابتة، أني ما إنه أوكلها وما أشربها لأن هاي صفة البخل موجودة بي، صفة الشك أني أطلع من البيت أقفل الباب عليها. هاي مو وليدة اللحظة، مو وليدة إنه بداية الزواج، لا، إنه هاي شغلة موجودة سابقة عنده عند الرجل بهاي الحالة. فإنه هاي الأمور اللي ذكرتيها أنتي مو وليدة اللحظة، شغلات بادية بتكوين الشخصية مالته، أو احتمال متربي عليها، لنعرف إنه البيئة مالته اللي كان عايش بيها شو كانت ظروفها. فهاي الفترة أنا صرت حامل وأني مريضة، فترة الحمل كانت كل الصعبة علي، وظليت أجوع، يعني بالبداية الحمل كنت ما أشتهي أكل، بس بعدين صار عندي حاجة أريد أكل، يعني أي شيء أريد أكل، فظليت يعني أقول له جيب لي خبز، جيب لي خبز هواية حتى إذا أجوع أكله، يعني حتى والله من أحكي هيجي يعني هو ما عايز، يعني ما أعرف، بخيل، ما أعرف، ما أدري شنو الفكرة بباله، فظل يجيب الخبز عادي أكله يعني أكل، بس أنا حسيت نفسي مريضة، حسيت الطفل ما يتحرك هواية، طبعا لا أروح طبيب ولا أروح مراجعة ولا شيء، يظلوا أهلي يجون بالليل حتى هو موجود فيفتح لهم الباب يشوفوني أشكل أمي تقول لي سكتي، الفلوس المهم راحت، وانت شنو يعني، يا ما اني خلفت ولا رحت طبيبه ولا شيء، يعني انتوا هذا الجيل شو بيكم تحملوا من هذا الحكي. صارت عندي الولاده، طبعا انا بالولاده من الصبح لليل اني يعني اطلق عندي واصرخ بالبيت وماكو احد، فالحين ما هو اجى بالليل اخذني المستشفى، طبعا المستشفى لا اخذني خاص وبالعام، او المستشفى يعني بالولاده ايش سوون، يصعدن على بطنه ويدفعن هيجي، يعني شلون عبالك يسحبن روح مني هيجي، يعني يلا جبت وجبت طبيعي، وقالوا يعني اني انت معجزه اصلا جبت طبيعي، لان هو ما قبل سوى عمليه. المهم جبت الطفل، أهلي ورا أسبوع عرفوا، لأنهم ما يجون يعني كل أسبوع أسبوعين،
جت يوم وبالليل شافت فرحة الطفل وهاي، بس قلت لها يعني هذا الطفل ما أعرف لا أني ولا أعرف يعني هذا الفترة يعني يرضع شانطي يراد له حليب. قلت لي لا تعلمي من صدرك أنه تنطي حليب. وقلت لها أنا أريد له ولد يعني يحتاج لحليب، ما قبل. وبقيت على هاي الحالة، ابني كلش تمرض يعني، وظل هو يبات برا يمني، لأن أنا فترة بعد ما جبت يعني أنا كنت مريضة وابتعدت عنه، فهمني ظل يبات برا. فظل الولد يعني شلون اللي ينشمر يعني صخونة عنده وأصفار يعني بيه أصفار، هاي بالأربعين وراها كلش خامل يعني الطفل يقولون يمكن يبكي ما يخلي أمه تنام، هو لا خامل ونايم. فيعني سود عليه هو بيومها كان كلش شمر عندي بالليل، وما أدري بعد أنا اللي سويت كم مادة، ظليت أدعي قريت عليه شو سوي يعني لحد شوية انتبه. ثاني يوم جو أهلي بالليل، وطبعا هو بايت برا، فأنا ظليت أصرخ قلت لهم هسه تكسرون الباب لأن ابني راح يموت. طبعا أبويا ما قبل، قال شنو كسر الباب، خلي نجي غير يوم نشوفها. بس أنا أمي يعني صدقتني لأن كنت أحكي بحرقة وأصرخ، قالت لا خلينا نكسر الباب. المهم يعني أخويا وياهم كسروا الباب، خذوني أنا وابني. طبعا الولد ما لحقنا عليه يعني مات، وأني طبعا مات من الجوع، وأنا هم صار عندي أمراض. إجا هو شلون طالع من البيت وشنو البيت هم زين ما نباق يعني، وهذا الحكي قلت له الولد مات، تش تحكي ابننا مات. أولا المختص بهذا الموضوع بما أنه أكو فد رابطة أسرية بين الرجل والمرأة، المرأة اللي هي المجنى عليه والرجل اللي هو الجاني، شنو الرابطة الأسرية اللي بيناتهم؟ هي الزواج. هاي المسائل مختصة بها محاكم العنف الأسري، محاكم العنف الأسري هي اللي تنظر بهاي الدعاوى بما أنها كرابطة أسرية بيناتهم. جناب سألتيني هل أنه الحالة اللي صارت حبس هاي الابنية أو الزوجة، وعلى أثر هذا الحبس أنه قلة الطعام وبنفس الوقت هي حامل، فهذا أثر على الجنين اللي بطنها. محكمة العنف الأسري بالتحقيق راح تتولى هذا الموضوع وراح تحقق هل أنه كان وفاة هذا الطفل بسبب هذا الحبس، هل أنه ضاربها حابسها مانع عنها الطعام ولهالسبب هو توفى هذا الطفل. من يتوضح للمحكمة أنه هذا الشخص هو كان سبب مباشر بموت الطفل، ذاك الوقت المحكمة راح تتخذ إجراءاتها طبقا لقانون العقوبات وتكيف الموضوع على أحد المواد القانونية لقانون العقوبات وينحكم هذا الزوج باعتباره يعني إذا مو قاتل مباشر فتم قتل هذا الطفل بوسيلة، الوسيلة اللي هي حبس الأم. الصدمة من موت الطفل شنو ولدت عند الحالة برأيك دكتورة؟ هنا فقدان الطفل تصير كسرة كلش كبيرة للأم، جزء منها جزء من روحها توفى قدام عينها، والسبب مو سبب إنه هو كان عنده عيب خلقي وتقدر تتقبل إنه الواقع إنه رب العالمين خلاها بهذا الاختبار، لا تعرف إنه السبب إنه من زوجها ما وفر لها الأكل، ما وفر التغذية للطفل، خلى فترة الحمل مالتها فترة صعبة وكان بيده إنه يغير، عنده مثلا نقدر نقول عليها عنده المال إنه يشتري لها، بس كان البخل مالته سبب إنه يمنع هذا الشيء، فولد لها نقدر نقول عليها صدمة نفسية، صدمة نفسية مو هينة، احتمال ما طلعت هي عندها أعراض بس بدأت تطلع عندها تصرفات ثانية اللي من ضمنها إنه ما قامت توثق بأي أحد. شغلة ثانية إنه قامت تصير متعددة العلاقات وهذا الشيء صعب، ليش؟ لأن دا تريد إنه نقدر نقول عليها إنه تبين الجانب الثاني المخفي اللي موجود عندها، إنه أنا البنية الحبابة اللي سمعت كلام أهلي بس وصلت المرحلة إنه أنا انصدمت ابني توفى وهسه أنا خسرت كل شيء،
المفروض هسه أنا أعيش حياتي، ما حد يوقف بعد بوجهي، فوصلت لهاي المرحلة. قسم منهم يقولون إنه هي قوة ما بعد صدمة. نقدر نقول عليهم ما يتشخص كمرض نفسي قد ما إنه هو اضطراب سلوكي صار عندها، هذا الشيء اللي وصلت له. عرض إنه فقدت الثقة بالناس اللي دار مدايرها. هو مو مستحيل إنه ترجع هاي الثقة، بس بصعوبة إنه تبدي تنبني هاي الثقة من جديد وجديد. بصعوبة إنه ترجع توثق بشخص، لأن راح تكون صورة الشخص اللي حبته وعافه بالبداية، يعني عافه إنه بعد ما رجعت له، والشخص الثاني اللي انجبرت عليه ولقت عنده اضطرابات نفسية، يعني نقدر نقول كرهتها بالزواج، لحد ما إنه تلقى الشخص التوثق بي هاي رادلها فترة زمنية ما نقدر نحددها، لحد ما أنه هي طب بتجربة وتدرسها من كل الجوانب، يلا أنه توصل مرحلة قناعة أنه أنا هذا الشخص أقدر أوثق به. يا هلا، هاي مو مسؤوليتي، مسؤوليتك أنت موتي، قلت لها أنا أريد تطلقني بعد، بس أنا شنو أبويا يعني انقهر على حالي، قال راح نرفع قضية وحتى يعطينا تعويض شيء، لأنه أنتوا متوا من الجوع، يعني مات ابنك من الجوع ولازم تأخذين كل حقوقك. هو راح بعد ما شفناه ولا يجي للبيت، ما ندري وين راح. راح أبويا المحامي، المحامي قال أني وكيلكم، قلت لا تجون محكمة ولا هاي، بس من عرف اسمه أحلى ما شكينا بالموضوع، من اطينا اسمه لأنه هو معروف يعني عسكري معروف، فما أدري يعني شنو سوى. قال إنه يجيش الموضوع جاهز، تريدين تعويض، تريدين ترفعين قضية إنه هو قتل، يعني أنا ردت إنه يسجنوه، فهو مشى بالإجراءات. المهم جاني الطلاق، قلت له حقوق، قال تجيك بس تتأخر سنة أكثر. هسه يوم يومين لا أروح محكمة أني، لا أبوي يروح محكمة، وأبوي تعرفين يعني زين إذا صاحي يعني نحكي وياه، لأنه هو مدمن شرب. فيعني هذا المحامي هو لعب لعبته، ويعني متعاون وياه، من عرف اسمه عرف اسم زوجي، فرايح له ومطي فلوس وبس مطلقني، وبما انه انا طلعت من البيت قالت كل حقوقها ماكو، وش اسمه، بس هو وقعني على ورقه انا يعني ما عرفت هي شنو، ترى هاي مال تنازل عن الحقوق وعن أي شيء، وما أكون أفقه كش ما حصلت. بعدين إحنا من عرفنا هذا الموضوع يعني تعاركنا وياه، رحت أنا وأمي وأخوي، بس شو تسوي، أنا أخوي صغير أختي هاي مصغر مني، شو تريد تسوي؟ الفقه القانوني يقول البين على من ادعى واليمين على من أنكر. هنا أنا أنت جنابي جاي تقولين شلون تثبت، يعني هنا صعوبة إبراز البينة وصعوبة الدفع بالبينة، يعني ما تمتلك فد بينة معينة. بس احنا دائما المشاكل ما ننتظر المشكله تحصل وبعدين نحاول نعالجها، احنا خاب نعالج المشكله قبل لا تصير. انت اليوم من سويتي وكاله المحامي، اولا هذا المحامي لازم تكون يعني بيناتكم في الثقه معينه، اضافه لهاي الثقه الحقوق اللي مكتوبه بهاي الوكاله انت بشنو وكلتي؟ وكلتي باشياء معينه لو وكلتي وكاله عامه، مو وكاله عامه مطلقه مثل ما يصور البعض، لا هي وكاله محامي، بس الحقوق اللي بيها تحاولين تقلصين الحقوق قدر الإمكان، وتحاولين أنه في ضمن الوكالة تخلين، يعني أنت إنسانة تعرفين تقرين وتكتبين، أنت موكلتها بقضية معينة. المحامي اليوم يعني أنا كمحامي من أراجع أي محكمة أو أي دائرة، الموظف اللي قدامي راح يباوع على الوكالة وراح يشوفني أنا شنو الحقوق اللي مسموح إلي. من يحدد هذه الحقوق؟ أنت تحددينها كموكلة. انت من وكلتيني مثلا وكلتيني بقضيه شرعيه، حق الترافع في الدعاوى الشرعيه فقط، الترافع فقط، يعني ما بيها حق مثلا استلام اموال او هيك شيء. مراجعه دوائر حكوميه، تكتبين مراجعه الدائره الفلانيه مثلا، انت ترديني اراجع الضريبه، انا ما اقدر ما عدا الضريبه اروح اراجع دوائر اخرى، تفتهمين قصدي؟ المحامي دائما محصور بحدود الوكاله التي وكل فيها، هي من هنا تبدا الاستقفال.
الاستقفال يبدي من الوكالة، هي منطيته حقوق جدا عامة بالوكالة وما دققت بها، فهنا يبدي التدقيق حتى لا تخلين عبء الإثبات تحولينه من يمك، تحولين عبء الإثبات على محكمة التحقيق أو على النقابة نفسها، يقومون هم يدورون لك على فد بينة معينة يقدرون يساعدونك من خلاله. خب أنت من البداية من سويت الوكالة تستقصين عن المحامي اللي قدامك وعن سمعته، وتستقصين عن الوكالة اللي سويتيها إليه، وتحددين بحقوق معينة، لا تنطينا حقوق أكثر من اللازم، وبالتالي راح تحجمين قدر الإمكان من دوره حتى لا يعني حتى الموضوع لا يشعب أكثر من اللازم. هو من جاب لك ورقة، أولاً الإنسان اللي يعرف يقرأ ويكتب ليش يقبل يوقع على بياض؟ ما وقع على بياض، جاب لك ورقة بيها كلمة تنازل، أنت المفروض تعرفين شنو التنازل عن شنو. فأنت من البداية أنت يلي تعرف تقرأ وتكتب أنت ليش يتوقع على ورقة أنت ما قاريها؟ لازم تقرأها. هو هاي الورقة شلون قدر يستفاد منها أمام القضاء؟ القاضي اليوم هساني قاضي وجتني ورقة تثبت أنه فلان الفلاني تنازلت عن حق الحضانة أو تنازلت عن مهرها المؤجل أو تنازلت عن أي حق من الحقوق، أنا بوع على ورقة مكتوب بها كلمة تنازل مشروح بها أنهم متنازل عن شيء معين، وبالأخير هي مواقعة واحتمال حتى باصمة. زين هاي بينة إثبات في صالح المتنازل له، بينة جدا قوية، توقيع وبصمة ما ينكر. فأنت الغلط من البداية على اللي ما قرأ، على اللي ما استقصى، على اللي ما دقق. ليش تقبل يتوقع على بياض؟ ليش تقبل يسوي وكالة بها حقوق أكثر من اللازم؟ أنت دقق من البداية حتى تحمي نفسك. رحت يعني أريد أسوي قضية ثانية، بس أنا يعني نفسيتي تعبانة لأنه أسان جاي أحكي عادي يعني، بس ليش الفترة كنت تعبانة لأن ابني وراح مني، فكان مو عقلي مو براسي، وظليت أتخربط وظليت يعني أسخن أنشمور ويأخذوني المستشفى ومغذيات وهيك شيء، فالتهوا بصحتي وعفنا موضوع أنه نرفع قضية أو نأخذ شيء. عدى الموضوع، هو ما نعرفه وين، لا أهله يدرون بي ولا هاي، ولا حتى نعرف وين دوامه بالضبط، وهو عسكري ما نقدر نطخ هذا الموضوع يعني تعرفين يعني ودينا ورا الشمس. فأني وراها قلت لازم أكمل دراستي، كملت دراستي، امتحنت سادس خارجي نجحت، بس معدلي يعني كان على الحافة 55، فقلت أني لازم أدخل كلية. وهاي الولد اللي كنت أحبه أنا أعرفه هو بكلية يعني واحدة من الكليات هاي اللي قدموا لها مباشر، كان دائما يسولف لي إنه أخوه عنده هناك يعني مصور هناك، فيروح هو وأخوه يشتغلون. فأنا قلت هاي فرصة إنه أقدم نفس الكلية، أنا يعني بعدني يعني مشاعري بعدني أحبه، يتبلكي يعني إنه من يشوفني وأشرح له اللي صار لي راح ينسى. المهم قدمت للكلية، نجحت بالاختبار، وأنا زينة شاطرة يعني إذا أقرأ أنجح، فدخلت مرحلة أولى أشوف أخوه المصور، سألت طبعا ما أعرفه، أنا سألت على الاسم يعني واي، قالوا إيه هذا الاسم بس هو ما يجي ما أشوفه. يعني هاي أول سنة راحت عدت هيجي، ثاني سنة شفته. طبعا أنا هذه السنة راحت صرنا جروبات ونطلع عادي مجموعة يعني تونس ولد بنات، نطلع مثلا ناكل سوا، نروح أماكن عادي يعني. بس هواي أنا عرفوا عليها الفترة، بس أنا ما تقبلت أي واحد من يومهم. ثاني سنة من شفته هو مغير رقمه، ردت أحكي وياه بس ما قدرت أني، هو شافني من بعيد بس سوى نفسه ما شايفني. وأنا صديقتي ما تعرف قصتي شنو، بس تعرف إنه هذا الشخص كنت أحبه قبل، فقلت لها روح أحكي وياه. فراحت حكت وياه وقال لها إيه مو مشكلة أعطيها رقمي خلينا نتفاهم. خبرته حكيت لك اللي صار وياي،
قلت تعرفتين ورحت تزوجتي، يعني انت لو منتحره ولا متزوجه، يعني انت تزوجتي، يعني انت الخطا من يمش. قلت له اني مو هاي، انا ابني مات واني جيت اموت من الجوع. قال هاي مو مشكلتي، يعني انت عرفتيني. فهو يعني شلون انصدمت اني يعني. نعم دكتوره، سؤال اخير. ذكرت الحاله في البدايه انه هذا الحب الاول والاخير وممكن انه تحب بعده، شلون تبدي حياتها عن رغم انه هذا الحب رفضها؟ هل انه تختار من جديد، وما هي الصفات اللي تختارها بالزوج الجديد؟ اذا نجي عليها، اذا كان الحب صادق من الطرفين، فايش قد ما تصير ظروف، المفروض انه الطرفين يخلون نفسهم واحد بمكان الثاني، ينطي نقدر نقول عليه نعطيه الحق بالتصرف. يعني مثلا بهاي الحاله من عرفت انه او من هو عرف انه هي كانت مجبوره على الزواج، كان المفروض انه يقدر حالتها، يقدر وضعها، يعني هو زار اهلها وعرض عليهم انه هو يدفع الفلوس، بس اهلهم يعني رفضوا هذا الشيء. فهنا بهاي الحاله انه هي مجبوره عليه، ما كانت مكيفه انه هي راح تتزوج وعرفت انه حبها الاولي، باعتبار انه هو هذا الشخص ما راد يكمل وياها لاي سبب كان، لان احتمال انه اهله ما يقبلون انه ياخذ مطلقه، او انه هو حس انه او وصلت له فكره انه هي رفضته، او وصلت له فكره انه هي ضحت بي وضحت بحبه. فهنا المفروض انه توقف بهذا المكان، ترجع لذاكرتها، هل هو هذا الشخص هو كان الشخص المناسب؟ هل هو هذا كان السند اللي انا اقدر اكمل حياتي وياه؟ من نجي عليه شنو مواصفات الشخص المفروض انه يتكون حتى، او نقدر نقول عليها مكونات الشخصيه اللي انا اقدر اثبت عليها انه هذا الشخص يكون زوجي المستقبلي. اول شيء لازم يكون تفاهم بيناتهم، مو اني كل واحد بيناتنا انه وجهات نظره مختلفه، هنا راح نظل مشاكل طول العمر ما نوصل للنقاش، ما يصير نقاش بيناتنا. شغله ثانيه انه اخليه انه هل هذا الشخص هل هو سند؟ هل هو انه انا اقدر انه اتكل عليه اذا صارت لي مشكله؟ يقدر يواجه اهلي؟ يقدر يواجه الظروف؟ يقدر يوفر لي بيئه، يعني بيئه عيش كريمه، ما نقول انه هي فارهه، لا مقبوله. باكر عقبه ما انام انه انا جوعانه، او اذا انام عن جوعانه اكون انا راضيه عليها، مو انا مجبوره عليها. زين خلينا نحكي عن الوضع الحالي، انت هسه شنو وضعك؟ شنو تعاملك مع الاخرين؟ انت بوسط جامعه واكيد اكو وايه شباب، فشنو تعاملك مع الوضع الحالي؟ كل شيء راح، يعني حتى الانسان اللي احبه. فظليت ما احب اي شخص ولا اثق باي رجال، يعني كانت مجموعة بنات ويانا بالكلية، ذني يختلفن، يعني ذني فري مثلا يروحن، علمني أدخن وظليت أدخن، ظليت عادي أروح مطعم ونزل نرجيلة وهاي. هم الناس يشوفون وحدة تنزل نرجيلة يقولون هاي يعني هاي مو زينة أو شيء، شوف الشباب كلها ظلت باوع، تجينا أوراق أرقام وتجينا أصلا حكي وكلام، أنا أضحك يعني عادي، اللي يعجبني عادي اسولف وياه واحكي وياه، بس ما حد يقدر يوصل او يسوي شيء خطا وياي، بس هيك اقضي وقت يعني، او ممكن اطلع وياهم اكل اتغدى يعني، بس ما احبهم. بس هاي الى متى يعني؟ ثاني مرحله رابعه وراح اتخرج، بس على نفس الشيء، بس جاي احس نفسي انه اني يعني تعبت نفسيا واحتاج انه اتعالج. ما اقدر احب اي شخص، يعني لو تشوفين اللي تعرفت عليه بيهم اكو بيهم هم يحبوني يظلون، بس اني ما احبهم. والى متى ابقى هيك؟ اريد انسى الماضي، اريد ابدي حياه جديده، اريد اتغير، أريد على الأقل إنه شخص من هذول اللي أتعرف عليهم إنه أحبه وممكن أتزوج. هاي كل قصتي، وأريد تساعدوني يعني حتى أوصل موضوع الطبيب النفسي، أو أروح الطبيب نفسي حتى أتعالج.
في النهاية الحالة أنه قالت إذا أنا مريضة نفسيا أروح لمختص نفسي، برأيك هل تحتاج إلى مختص نفسي أنه تغير من وضعيتها ومثل ما تفضلتي بهذا السلوك؟ رأيي بهاي الحالة أنه ضروري أنه نقيم حالتها النفسية، مجرد أنه بس معنى المشكلة مالتها أكو هواي جوانب المفروض أنه إحنا نستفسر أكثر عنها. الاضطرابات النفسية تأخذ وقت لحد ما أنه نوصل تشخيصها. ليش؟ لأن هواية مداخلات دخلت بهاي الحالة بحد ذاتها، نقدر نقول عليها اجتماعية، نقدر نقول عليها نفسية، نقدر نقول عليها المشكلة اللي صارت لها أكثر من طرف المفروض يدخل بيها. يعني أنا مو بس أعالج هي كامرأة، أعالج الدائرة بدائرها، أنا مو رجعها البيئة إنه ترجع إنه أبوها مدمن، مو رجعها إنه ترجع مرة لخ إنه ما عندها سند، فنظل بنفس الدوامة إحنا. يعني تحتاج إلى استشارة؟ أكيد تحتاج إلى استشارة، لأن التصرف اللي دا تصرفه هي إذا تصفن بينها وبين نفسها مو هي اللي كانت قبل، مو نفسها إنه قبل ما تتزوج إنه شلون كانت، إنه حبها كان بريء، ما كان إنه إلى غاية مثل ما هسه العلاقات، لا إلها غاية، إلها غرض، إلها مصلحة. على الأقل إنه تعرف إنه كيانها، إنه شلون تثبت نفسها، شلون باكر عقبة توقف على رجلها. صح إنه تحس احتمال إنه تحسس نفسها قوية، بس من تصفن بينه وبين نفسها تحس إنه هي منكسرة، بدليل إنه وصلت مرحلة مدى تعرف إنه هل هي مريضة نفسية، هل هي عندها اضطراب نفسي، هل عندها اضطراب بالثقة لو ما عندها. فمن وصل لهذا الشك، الشخص من يبدي يتساءل هل أنا عندي مشكلة أو ما عندي مشكلة، نوجه أنه يراجع أقرب طبيب نفسي إليه على منطقته، محافظته، حتى أكو استشارات أونلاين يقدر أنه يتواصل بها ويا الطبيب النفسي بسبيل أنه يخلي النقاط على الحروف ويعرف أنه هو وجهته وين، هل هو يحتاج علاج دوائي، هل هو مجرد أنه نصيحة أنه يكمل بها حياته. هنا هاي بعد ما أنه ناخذها الحالة بصورة شاملة. أهلا بك ست نضال، اليوم نتكلم عن حالة الحلقة والسبب الرئيسي للطلاق هو الجوع. حسب الدراسات نسبة الطلاق في العراق وصلت إلى 3% بسبب الجوع، رأيك؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لهذا الاستضافة وشكرا لتطرقكم لهذا الموضوع الحساس طبعا واللي يتفاقم بالسنوات الأخيرة عندنا بمجتمعنا العراقي. حالات الطلاق بسبب الفقر، احنا نقول ما نقول الجوع، بسبب الفقر والبطالة. يعني احنا نقول حالات الطلاق ازدادت بهذه النسبة، احنا نقول 3%، خلينا نصنفها نقول نسبة للإحصائية مع المحاكم بالساعة 10 حالات طلاق تصير الساعة الواحدة. وشوفي الإحصائية ايش قلت، هاي الإحصائية طلعي منها بسبب الانترنت والشك والغيرة سواء كان من الزوج او الزوجة. وثاني سبب انه هذا احنا قلنا الفقر، والسبب الرئيسي الزواج المبكر والزواج خارج المحاكم الشرعية. حالات الطلاق هواية، وإحنا ما نقول يعني حالة واحدة، بسبب الأمراض النفسية، بسبب التوتر والشد العصبي اللي إحنا نمر بيه. إحنا هسه إحنا بأوضاع يرثى لها الشعب العراقي، الله يساعده المواطن العراقي سواء كان رجل أو امرأة، الله يكون بعونهم، وخصوصا الرجل. الرجل لما تكون هاي الأوضاع والشد والتوتر والنزاع السياسي والقبلي والحكومي والشارع، هذا وين يصب الغضب مالته؟ على هاي المسكينة أو على الأطفال. احنا بالعون الأخير شوفوا حالات. تمام، سمعنا الحالة اليوم، بداية الحالة بدت بالتواصل الاجتماعي والعلاقات عن طريق التواصل الاجتماعي. هواية حالات بهذا البرنامج كلمنا عن علاقات اللي تصير على التواصل الاجتماعي وهل هذا حب حقيقي أو لا. طبعا أنا بالنسبة لي حللتها وصارت قبالي هواي حالات، وأنا تعرضت لهواي حالات.
وأريد الكل يسمعها. حالات التواصل الاجتماعي وما تخترعه من حب ليس حبا، وإنما ملي فراغ بالنسبة للرجل. فيا امرأة يا فتاة يا بنية، ديري بالك على أهلك، وديري بالك على أخوتك، وديري بالك على نفسك، لأن هاي كلها أوهام. نعم، طيب هو ملء فراغ بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا ممكن. الحالة اليوم بعمر المراهقة تعرفت عن طريق تطبيق الويتشات على شخص ما، فصار هذا التواصل مع فتاة المراهقة، يمكن عنده فراغ اللي تشوفين البنت يعني تحب أنه تتعرف أو تطلع، أو ممكن أنه حتى تسمع كلمة حلوة من شخص يعني ممكن ما عندها ثقة بنفسها وغيرها من التفسيرات لهذا الموضوع. يعني مو فقط أنه هو وقت فراغ للرجل، أيضا للمرأة برأيك؟ طبعا، خصوصا بناتنا هذا الوقت، بناتنا من بعد الكبت ومن بعد الحصانة اللي المجتمع العراقي اللي حصن الفتاة بها، صار عندنا انفتاح مرعب. هذا الانفتاح شافته البنية، شافت المسلسلات التركية وتأثيرها على الأهل. احنا مجتمعنا ترى مو مثل المسلسلات التركية، خلينا نباوع واقع، خلينا ننظر لأهلنا. هاي المسلسلات التركية والأفلام اللي شافتها والإنترنت والتواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح المرعب خلاها تلجأ لهاي، تريد تقلد مسلسل أو تقلد فد بطلة أو تريد تعيش اللحظة. فإحنا ما نقول سببها بس الرجل، لا، إحنا نقول ثلاثة أرباع السبب هي البنية. إذا فتحت بابها فصير في متناول أيدي الرجل بهذا المجال وهذا الشبكات التواصل الاجتماعي. صدقيني هي شبكة، شوفي شبكة عنكبوت إذا وقعت بيها صير نهمها سهل كلش. طيب شفنا بهذه الحالة شلون كانت هي ضحية الزواج، زواج المصلحة من أجل أنه قضوا الدين وإدمان الأب. يعني رأيك ستي أن يكونون الأبناء ضحية الأهل؟ طبعاً هي بهاي الحالة هي ضحية، ويا ما أكثر الضحايا بسبب الرجل، سبب الأب قصدي. نعم. هو الزوج والأب راعي هاي العائلة. هواية بنات راحت ضحية الأب، سواء هسه قضاء دين وسواء هي أصلاً تجارة. تدرين أنت هسه نص المحاكم والزواج المبكر ينطيها الرجل شوية كبير، يخلي الغايب يعني فد مبلغ هائل، حتى شنو بعد فترة تجي هي تشكي منه يروحون يقومون عليه قضية. طبعا وأكو عندنا فقرة الزواج المبكر إذا كان الغاية منه التجارة يخلوه على الجعفري، مذهب الجعفري. نعم. يعني ما يخلوه على المذهب الحنفي لأنه ممكن تأخذ الحقوق كلها وقبل الطلاق. نعم. فصار تجارة، واحدة من التجارة هي هاي الطفلة اللي وفد ين أبوها بزواجها من أحد الرجال. طبعا هذا سوء استخدام لهذا طريقة الزواج، بإنما هو المذهب الجعفري أنطى الحقوق، هو حق المرأة يعني كل الطاهية. نعم، أثبت حقها بس الناس. نعم. استخدمتها بشكل بطريقة تجاري. نعم. بشكل تجاري صارت البنية وهي طفلة طبعا صارت سلعة، صارت سلعة حتى تصعد العائلة بسببها. في علم النفس سألت حول هل بعض الصفات ممكن تكون وليدة الزواج أو وليدة بداية حياة جديدة مع الشريك؟ هذا الشريك بهذه الحلقة اليوم كان بخيل مع زوجته، هل هذه الصفة وليدة الزواج أو ممكن هي تكون موجودة به شخصيا؟ شوفي احنا الكرم صفة العرب. نعم. ما عندنا بخل، والبخل مرض، هو اصلا مرض. ماكو صفه تجي وليده لحظه، البخل مو صفه. احنا نقول العصبيه وليده لحظه، الحاله النفسيه وليده لحظه، لكن البخل مو وليد لحظه. البخل هذا مرض، ومرض تدرين اول مرض تكره المراه هو بخل الرجل. واذا صار بخيل على عائلته ماديا فراح يصير مشاعره بخيله. اخلاقيا والألفاظ مالته يبخل عليها باللفظ الجميل. البخيل بخيل من كل شيء، بخيل حتى بالدين. نعم.
هل الصدمة النفسية والعاطفية أو فقدان شخص ما تولد سلوك عكسي أو سلوك مضطرب أو ممكن إساءة للمجتمع؟ مثلاً تعدد صداقات، أو إحنا مرة قلنا تسد فراغها بالتسوق، هواي أكو حالات، وأكو امرأة تسد فراغها بالعلم حتى توصل. إحنا شلون نقول الذب ضمها بالدراسة، ظل تدرس يعني حتى إذا تتعب، يمكن حتى ما تعطي راحة لنفسها، لأن احتمال الراحة راح تخليها تتذكر وتفكر، وهاي لا يعني هذا السلوك قصدك بعد الصدمة، ممكن بعد الصدمة وهي تختار الطريقة حسب اللي. المرأة اي احنا نقول اكو حالات تتعدد وماكو تشابه بين الحالات، هذا يتوقف على طموح المرأة وشخصية المرأة وصبرها. مثلا اكو نساء توقع وتنهار لكن ترد توقف على حيلها وتذب ظلمها، احنا نقول بالدراسة يعني والعلم. بعد أن تعثر تقوم بأقوى شخصية أقوى، صدقين وتقوم بأقوى وتكون ناجحة وتكون متمكنة مجتمعيا. وأكون نساء تدور ملابس، شوفي التسوق هم ينا مرض، حالات التسوق وهستيريا التسوق مرض، تروح يوميا نازلة للسوق تشتري حتى إذا ما عدها تعوز على بيتها وتشتري ملابس، هاي أهم حالة. وأكو لا تضيع بتعدد العلاقات وتروح بالرجلين. إذا برأيك إنه هذا السلوك هو هي بإرادتها تغيره أم هي بدها تحس إنه هو مو بإرادتها؟ مو بإرادتها. بعد شلون؟ هاي الأمراض يعني أمراض نفسية تتصرف المرأة حسب شخصيتها، صدقيني إذا مو قوية تروح. بس المرأة القوية ما تضيع، المرأة القوية توقف النوبة أصلب وأنجح وتكون إدارية وقيادية بشكل أفضل من السابق. إذا أنت رسالتك اليوم لهذه الحالة تقولي أنت مو قوية بعد الصدمة اللي صارت لها، أنه اتخذت سلوك هو مو صحيح بتعدد العلاقات مو صحيح، شنو توصلي لها رسالة أنت اليوم؟ والله أنا يعني رسالتي أوصلها لها أنه تدير بالها على ذاتها على نفسها، خليها توصل، خليها تتعلم. الرجل اللي فقدته خل تنساه، تخليه ورا ظهرها، اللي ما أريده مدام ما عذرها، وهي معذورة طبعا كانت هي ضحية، مدام ما عذرها فهذا ما يحبها. اللي يحب ترى يبقى متمسك. أقول لها هسه وبعد وبعد كوني أنتي، لا تكوني تابعة. الرجل ما يسوي امرأة، أنتي سوي نفسك، أنتي قومي نفسك وصبري ودرسي وحتى توصلين وتصيرين متمكنة، وباكر كلها تباوع عليك وتنسى هذا الشخص اللي حبيته نهائيا بالسابق. اللي ما يريدني ما أريده نهائيا تنساه. احنا يعني ما نوقع يعني مجرد تجربة حب، ما توقعنا تجربة حب، ما ضيعنا الحب، عندنا بعد عندنا عمر وهي طفلة بعدها. أنا أقول لكل امرأة، مو هي بالذات، لكل امرأة الحب قدامك، لو يصير عمرك 60 سنة أنت محبوبة، مدام أنت عمرة أنت محبوبة. يجي فد يوم ذات رجل وتشوفين حب حقيقي وتشوفين الصدق بي وتشوفين المؤازرة بي، مو معناتها أنا ضاع مني حب واحد انهار ووقع، لا لا هذا مو حب. اللي يضيع هذا الحب هو مو حبيب ترى. كوني أنت، كوني قوية، هي هاي رسالة. إذا كنت قوية راح تكونين